دايما بنصح مراجعيني بجهاز الكريستال برو لانه بيعتبر الجيل الجديد في نحت الجسم، يعني الم اقل ونتائج افضل. اهم ميزه في النحت الفرنسي ان المراجعه تقدر تتابع نتائج جلستها وتشوف الفرق في سمك طبقه الدهون عن طريق خاصيه الالترا ساوند الموجوده في جهاز الكريستال برو. الفكره مش خسرنا وزن قد ايه عن الميزان، الفكره في خساره الدهون العنيفه عن طريق تقنية النحت الفرنسي اللي بتدينا فرق حقيقي في المقاسات. جلسات الكريستال برو بتكون سريعة جداً لأن الساعة منه بتساوي 4 ساعات من أي جهاز آخر، وتسبب في كده بيرجع لأن درجة التبريد بتاعته توصل لأعلى درجة وهي -12. واحدة من مراجعيني رغم حرصها الشديد على الدايت وممارسة الرياضة إلا أنها كانت بتعاني من دهون عنيدة في منطقة الجوانب وأسفل البطن. تقنية النحت الفرنسي الموجودة في جهاز الكريستال برو ساعدتها توصل للجسم اللي هي عايزاه وادتها ثقة بنفسها أكتر.